رجل المهام الصعبة، كأن ينسى شخص محفظة النقود التي أخفاها في الفرن. Da muss man erst mal schauen, ob ich da rankomme, ohne was kaputt zu schneiden. إنقاذ النقود المحروقة هو اختصاص فرانك هيرتزوغ. مهمته تكمن في تجميع بقايا الأوراق النقدية لمعرفة المبلغ الحقيقي الذي كان في المحفظة، والأمر في هذه الحالة يتعلق بأوراق نقدية بقيمة 220 يورو. يجب تجميع أكثر من نصف الورقة النقدية حتى لو كان محترقا للحصول من البنك على قيمتها، وذلك حتى لا يفكر أحد في الاحتيال وتقديم جزئين صغيرين من الورقة التالفة والحصول على قيمتها مرتين. عملية الاستبدال تكون بلا مقابل حتى لو كانت الحالات مرهقة كهذه الحالة. هذه الأوراق المالية باتت جزءاً لا يتجزأ من المحفظة، لكن لابد من وجود الأجزاء اليمنى أيضاً من الورقة قبل تعويضها ودفع قيمتها. يعمل هيرتزوغ في مركز التحليل التابع للبنك المركزي الألماني، وقد تم سحب هذه القطع النقدية التالفة من التداول ولم تعد قابلة للاستبدال، وذلك بعكس هذه الأوراق المالية المتعفنة التي دفنها صاحبها في الحديقة خوفا من اللصوص. كما أن عملة المارك القديمة هي أيضا قابلة للاستبدال، لكن مقابل اليورو. الزميل المجاور هو المفتش السري لدى البنك، وهذه الأوراق المالية مزيفة. عادة ما يرصد على الفور بحكم خبرته مصدر الأموال المزيفة. الأوراق المالية المزيفة تكون عادة ملساء أكثر من غيرها، علما بأن الأوراق المالية تصنع من القطن الخالص، وهكذا يكون الفرق واضحا. عندما يتعذر عليه التمييز بين الأوراق المالية الأصلية والمزيفة، يستعين بالتكنولوجيا الحديثة. ضوء الأشعة فوق البنفسجية يضيء الأموال المزيفة فقط، وفحصها بالمجهر يبرز الأخطاء المطبعية. هناك حالة غريبة، كأن تعثر على ورقة مالية بقيمة 300 يورو في حين أنها ليست موجودة ولا متداولة في السوق، ورغم ذلك يقبلها البنك، فكل ما يبدو مثل المال الحقيقي يتم التعامل معه وكأنه مال حقيقي. سبق لي فرانك هيرتزوغ أن صادف محتالين من صنف آخر. كالفئران التي تمزق الأوراق المالية المخفية في قبو منزل مثلا. المشكلة فيما يتعلق بالفئران أنها تمزق ألياف الأوراق المالية وتتلفها، لأنها تنسج منها ما يحلو لها. لكن في هذه الحالة كان الفأر قنوعا، وهذا ما سيمكن هيرتزوغ من إعادة تجميع أنصاف الأوراق التالفة.